بيبدأ المسلسل مع المحقق رايلن وهو بيتكلم مع رئيس عصابة اسمه جوش، وبيطلب منه يمشي من المدينة فورا وإلا هيخلص عليه، لكن جوش بيرفض وبيسخر منه. وبنعرف ان جوش انهى حياة شخص بطريقة بشعة، والشرطة ما قدرتش تمسك عليه دليل وتسجنه. ووقتها جوش بيطلب منه انه يديله فرصة يفضل في المدينة، وبيوعده انه مش هيتورط في مشاكل تاني. وبيكون رايلن عارف انه شخص متهور وبيرفض، وفجأة بيطلع جوش سلاحه عشان يصيبه بيه، بس رايلن بيبصرع منه وبينهي حياته. وبعد شوية بيوصل تام رئيس رايلن وبيفهمه ان النائب العام مش هيسكت على اللي حصل، وبيعرفه انه هيتورط في مشاكل بسبب انه خلص على مدني. وتاني يوم بتقعد لجنة التحقيق مع رايلن وبيسألوه ليه خلص على جوش، وبيعرفهم رايلن انه كان بيدافع عن نفسه وان جوش صوب مسدسه عليه وكان على وشك انه ينهي حياته، وعشان كده اضطر يتعامل معاه. ومش بتقتنع لجنة التحقيق بكلامه، وبيكونوا شايفين انه شخص متهور وبيقرروا ينقلوه لمدينة تانية. وبيتضايق رايلن جدا. وفي نفس اليوم بيوصل رايلن للمدينة الجديدة عشان يستلم شغله، وبيقابل داغ رئيسه الجديد، وبيستغرب رايلن جدا لانه يعرف معلومات كتير عنه. وبيفهمه داغ ان حبيبته القديمة ايونا بتشتغل في محكمة في نفس المدينة، وبيفرح رايلن انه يشوفها. وبيعرفه داغ ان في مجرم في المدينة مش قادرين يمسكوا عليه دليل، وبيتصدم رايلن لما بيعرف انه صديقه القديم بويد. وبالليل بنشوف بويد وواحد من رجالته اسمه جيرارد وهم واقفين قدام مبنى فيدرالي تحت الانشاء، وبيكون جيرارد عاوز يفجره لكن بويد بيمنعه، وبيفهمه انهم محتاجين كمية متفجرات كبيرة وده يكلفهم فلوس كتير. وبياخدوا الكنيسة وبينزل من العربية وبيستخدم مدفع ار بي جي وبيفجرها. وبنعرف ان بويد بيفجر مباني وشركات خاصة بالشرطة عشان يشتتهم ويقدروا باقي رجالته انهم يسرقوا البنوك الموجودة في المدينة. وفي نفس الوقت بيقعد رايلن مع داغ في حانة وبيحكي له عن علاقته ببويد، وبيعرفوا انهم كانوا بيشتغلوا مع بعض في منجم فحم. وبيكون رايلن مستغرب جدا ان بويد بقى مجرم، وبيفهمه داغ ان بويد اتطوع في الجيش وحارب في الكويت، بس لما رجع اتحول لشخص شرس جدا. وبعدها بويد بيرمي السلاح اللي فجر بيه الكنيسة في المية عشان الشرطة ما تقدرش تمسك عليه حاجة، وبيروح لجيرارد وبيصيبه بطلقة وبينهي حياته بعد ما اكتشف انه مخبر وشغال مع الشرطة. وتاني يوم رايلن بيروح للمحكمة وبيشوف حبيبته ايونا وبيكون مبسوط جدا، وبيجي له اتصال من داغ وبيديله عنوان وبيطلب منه يجيله في اسرع وقت. وبعد شوية بيوصل رايلن وبيشوف جثة جيرارد، وبيعرفه داغ ان جيرارد كان واحد من رجالة بويد وبيخمن انه هو اللي خلص عليه. وبيشوف رايلن الحاجات اللي كانت في العربية وبيتفاجئ لما بيلاقي غطا صواريخ، وبيعرفه داغ ان في كنيسة اتفجرت امبارح، وبيتأكد رايلن ان بويد هو اللي فجرها، وبيتحرك على مكان الكنيسة. ولما بيوصل بيصدم من شكل المكان اللي متدمر، وساعتها بيشوف كاهن الكنيسة وهو متعصب ومش عاوز يتعاون مع الشرطة ويديهم معلومات، وبيروح يتكلم معاه وبيقنعه يساعدهم. وفي نفس اليوم بويد كان في بيته وبيتصدم لما بيعرف ان اخوه بومين اتصاب بطلقه وفقد حياته. ولما رايلن بيرجع للمركز بيعرفه داغ ان ايفا خلصت على جوزها بومين، وبيتفاجئ رايلن لما بيتاكد انها ايفا صديقته من المدرسه. وبعد شويه بيوصل لبيتها وبتفرح جدا لما بتشوفه، وبيتكلم رايلن معاها وبيسالها عن علاقتها ببومين، وبتعرفه انه كان شخص متهور وعلى طول بيضربها وعشان كده خلصت عليه. وبيدخل ديوي مساعد بويد للبيت وبيشوف رايلن الوشم بتاعه وبيتاكد انه فرد من عصابه بويد، وبيعرفه رايلن عن نفسه وبيطلب منه يمشي من البيت. وبيتضايق ديوي جدا وبيروح لعربيته وبياخد سلاحه ويصوبه عليه، بس رايلن مش بيخاف منه وبيروح له وبياخد منه السلاح. ولما ديوي بيحاول يهدده بيخبط رايلن راسه في العربية وبيخليه ينزف. وفي نفس اليوم كان بويد قاعد في عربيته مستني رجالته، وبنعرف انهم في مهمة جديدة. وبعد شوية بيخرجوا من بنك ومعهم فلوس كتير وبيركبوا معاه وبيهربوا من المكان. وبعدها بيروح رايلن لمكان بويد وبيفتكر بويد ذكرياتهم سوا، وبيواجهه رايلن وبيفهمه انه عارف بكل مخططاته وشغله. وبنكتشف ان بويد فجر الكنيسة لانها كانت مخزن ممنوعات وانه عاوز يسيطر على السوق لوحده، وبيفهمه رايلن انه من ضمن المشتبه فيهم وبياخده معاه للمحكمة عشان كاهن الكنيسة يتعرف عليه. لكن الكاهن بيفهمهم ان الدنيا كانت ضلمة وما كانش شايف حاجة، وبيفرج داغ عن المشتبه فيهم. وبيتكلم بويد مع رايلن وبيطلب منه يمشي من المدينة ويبعد عن شغله وإلا هيخلص عليه، وبيسخر رايلن منه وبيرفض وبيفهمه انه هيقبض عليه قريب. وبالليل ديوي وصديقه راك كانوا بيراقبوا رايلن، وبيكون داغ عنده خبر انهم بيراقبوه، وبيجي اتصال لرايلن من ايفا وبتعزمه على العشاء. وبيخمن رايلن من نبرة صوتها ان في شخص مهددها وبيضطر يروح لها، وبيروح داغ وباقي فريقه وراه عشان يمسكوا بويد.
وفجأة بيعترض طريقهم رجالة بويد وبيضربوا عليهم نار وبتدور بينهم حرب إطلاق نار شرسة. وبيكمل رايلن طريقه عشان ينقذ إيفا، وبتشتبك الشرطة مع العصابة وبيقدروا يسيبوهم ويقبضوا عليهم. وبعد شوية بيلاحظ رايلن إن في عربية ماشية وراه، وبيتأكد إنهم رجالة بويد، وبيقف في نص الطريق وبيركب معاهم وبيصوب سلاحه عليهم وبيتكلم ديوي وبيعرفوا إن بويد عاوز يتكلم معاه مش أكتر. وبيروح رايلن معاهم، ولما بيوصل لبيت إيفا بيشوف بويد وهو مصوب مسدسه ناحيته، بس مش بيخاف منه وبيقعد ينصحه يبعد عن طريق الإجرام ويسلم نفسه، وبيسخر بويد من كلامه. وفي اللحظة دي إيفا بتصوب سلاح عليه وبتطرده من بيتها، وبيكون بويد على وشك إنه يخلص عليها، لكن رايلن بيتدخل وبيصيبه بطلقة بتفقده الوعي. وبعد كام يوم بيروح رايلن يزور بويد في السجن، وبيسأله بويد لو كان قاصد يصيبه بطلقة بعيد عن قلبه عشان ما يخلصش عليه. وبيعرفوا رايلن انه محتاجه، وبيهددوا انه لو رفض يتعاون معاهم هينهي حياته. وفي نفس اليوم بتوصل فرقة موسيقية محكوم عليهم بالسجن لحفلة خيرية في المدينة عشان يغنوا فيها، وبنشوف عضو في الفرقة اسمه هنري وهو بيهجم على الشرطي اللي بيراقبه وبيفقده الوعي. وبالليل كان رايلن في الطريق ورجع لبيته، وبيجيله اتصال من داغ وبيديله عنوان الحفلة وبيطلب منه يرجع ويمسك هنري في أسرع وقت. وبعد شوية بيوصل رايلن لماركت جنب الحفلة وبيشوف عامل في المكان، وبيستغرب لما بيلاقيه لابس من اللبس المعروض للبيع، وبيشوف هنري الشارة بتاعته وبيعرف انه شرطي. وفي اللحظة دي بيظهر عضو تاني من الفرقة اسمه كاب، وبيصوب سلاحه على رايلن وبيطلب منه يرمي مسدسه، وبينفذ رايلن كلامه وبيحتجزه كاب في أوضة وبيهرب من المكان. وتاني يوم رايلن بيوصل للمكتب وبيسخر داغ منه لان كاب قدر ياخد مسدسه وعربيته، وبيفهموا انهم لقوا عربيته في المطار، وبيتضايق رايلن لما بيعرف ان كاب قدر يهرب من البلد. وبيجتمع رايلن مع فريقه وبيعرفوا الشرطي ماك ان كاب دخل السجن بسبب سطوه على بنك، وبيستغرب رايلن جدا لما بيعرف انه كان فاضل في مدة عقوبته 3 شهور ويخرج. وبيتفهموا المحققة رايتشل ان الفلوس اللي سرقها من البنك لسه مختفية ومحدش قدر يوصل لمكانها. وبيعرف رايلن ان شيرلي طليقة كاب موجودة في نفس المدينة، وبيقرر يروح ويسألها عنه. وبعد شوية بيوصل رايلن لبيت شيرلي وبيسألها لو كانت شافته، وبتعرفه شيرلي انها لو شافته هتبلغ الشرطة على طول. وبيخرج رايلن من عندها وهو متضايق لانه ما وصلش الحاجة، وبنكتشف ان كاب كان في بيت شيرلي وانها كانت بتحميه من الشرطة مقابل انه يديها نسبة من الفلوس اللي سرقها. وبنعرف ان كاب مخبي الفلوس في بيت، وانه هرب من السجن قبل ميعاده بثلاث شهور لانه وصل له معلومة ان اصحاب البيت بيجددوه وخاف انهم يلاقوا الفلوس وياخدوها. وقتها بيطلب المساعدة من دوبري جوز شيرلي مقابل انه يديله 10% من الفلوس. وبالليل كاب بيقتحم البيت وبيبدأ يحفر فيه، وبيتصدم لما مش بيلاقي الفلوس، وفي اللحظة دي بيصيبه دوبري بطلقة وبياخد شيرلي وبيهرب. وبنكتشف ان دوبري كان عارف البيت اللي كاب مخبي فيه الفلوس وخدعه ودخله بيت غلط، وقرر يخلص عليه وياخد الفلوس لوحده. في نفس الوقت بيجي بلاغ لمركز الشرطة ان في اشخاص اقتحموا بيت وبيحفروا فيه. وبيتحرك رايلن للبيت وفجأة بيظهر قدامه كاب وهو مصاب وبينزف، وبيقتحم دوبري وشيرلي البيت اللي كاب كان مخبي فيه الفلوس، وبيصوب سلاحه على صاحب البيت وبيسأله عن الفلوس، وبيتصدم لما بيعرف انه لقى الفلوس وصرفها كلها. وفي نفس الوقت كاب بيتكلم مع رايلن وبيكون مستغرب جدا ازاي الفلوس مش موجودة في البيت، وبيعرفه انه كان معلم البيت بالمدرسة اللي قدامه، وبيسخر رايلن منه وبيفهمه ان المكان ده فيه 3 مدارس. وبياخد مجموعة من الشرطة وبيوصل لمكان دوبري وبيدخل يتكلم معاه وبيطلب منه يرمي سلاحه ويسلم نفسه، ولما دوبري بيرفض بيعرفه رايلن ان المكان كله محاصر وان القناصة مصوبين اسلحتهم عليه. فبيطلب دوبري من شيرلي انها تطفي الانوار عشان القناصة ما تقدرش تصيبه، لكن دوبري بيتصاب بطلقة وبيفقد حياته، وبتخاف شيرلي وبتسلم نفسها. وتاني يوم داغ بيتكلم مع رايلن وبيعرفه ان الشرطة قبضت على ابوه ارلو بسبب انه كان بيسوق عربيته تحت تأثير الكحول، وبيبان ان في مشاكل بين رايلن وارلو، وبيرفض انه يساعده ويدفع الكفالة بتاعته. وبعد شوية بيديله ماك عنوان مخبر اسمه بيني، وبيطلب منه يروح يقابله لانه عنده معلومات عن قضية جديدة. وفي نفس اليوم بيوصل رايلن لحانة وبيتكلم مع بيني، وبيعرف منه ان في شخص هجم على فردين من عناصر الشرطة وهرب منهم. وبيرجع رايلن للمركز وبيبدأ يجمع معلومات عنه، وبيعرف انه متجوز، وبيخمن انه مستخبي في بيت مراته، وبياخد مجموعة من الشرطة وبيقتحم المكان، وفعلا بيلاقوه هناك وبيقبضوا عليه. وبالليل بنشوف بيني وهو بيتكلم مع رئيس عصابة اسمه هولي، وبنكتشف انه بيشتغل مع العصابات مقابل فلوس، وبيدي لهولي عنوان شخص اسمه ترافيس، وبيفهمه انه استلف منه فلوس ولسه ما رجعهاش، وبيطلب منه يهجم عليه ويرجع فلوسه.
وتاني يوم هولي بيوصل لبيت ترافيس وبيطلب منه انه يرجع له الفلوس مع الفايدة، وبيسخر منه ترافيس وبيفهمه انه مش معاه المبلغ ده، وبيعرض عليه انه ينضم له في مهمة مقابل مبلغ كبير جدا، وبيوافق هولي. وفي نفس اليوم رايلن بيروح يقابل بني عشان يديله المكافأة بتاعته، وبيستغرب جدا لما مش بيلاقيه في الحانة، وبيعرف مكان بيته وبيروح له، ووقتها بيظهر ترافيس قدامه وبيسأله رايلن عن بني، وبيستغرب رايلن جدا لما ترافيس بيعرفه ان بني سافر من اسبوع، وده لانه كان معاه امبارح. وبيحس رايلن ان في حاجة غلط، وبيرجع لمركز الشرطة وبيبدأ يجمع معلومات عن ترافيس. وفي الوقت ده ترافيس بيوصل لمكان هولي، وبنكتشف انهم اتفقوا مع بعض علشان يحتجزوا بني ويسرقوه، وبيترعب هولي لما بيعرف ان رايلن بيسأل على بني، وبيكون ترافيس عاوز بني يعترف على المكان اللي بيخبي فيه الفلوس، فبيلبسوا أقنعة وبيدخلوا للأوضة بتاعته وبيهددوه انه لو رفض يتعاون معاهم هيخلصوا عليه. وبيتصدم ترافيس وهولي لما بيكتشفوا ان بني عارفهم، وبيشيلوا الأقنعة وبيهددوه انهم هيخلصوا على حبيبته ماري، بس بني بيخمن ان ماري متفقة معاهم لان هي الوحيدة اللي كانت عارفة انه مخبي فلوس. وفي الوقت ده بيوصل رايلن لبيت ترافيس وبيشوف هولي، وبيخرج يتكلم معاه وبيعرفه عن نفسه، وبيفهمه انه مساعد ترافيس، وبيتصدم لما بيعرف انه عاوز يدي مكافأة لبني، وبيفهمه هولي انه هيساعده وهيسلم الفلوس لبني اول ما يرجع من السفر، وبيبان ان رايلن شاكك فيه. وبعد شوية بيرجع رايلن للمكتب وبيجمع معلومات عن هولي، وبيعرف انه شغال مع بني وبياخد الفلوس عشان يسلمها له. وفي نفس الوقت هولي بيقرر يخلص على رايلن بعد ما ياخد منه الفلوس عشان ما يسيبش وراه دليل، وبيكون عارف ان رايلن متمكن في استخدام الاسلحة، وبيقف يتدرب هو وترافيس، وفجأة بيصيبه ترافيس بطلقة وبينهي حياته. وهنا بنكتشف انه خلص عليه عشان ياخد حصته في الفلوس، وبيدخل للبيت وبيهجم على بني وبيأذيه، وبيعرف منه مكان فلوسه، لكن رايلن بيوصل وبيتكلم ترافيس معاه، ولما بيحس انه شاكك فيه بيضرب عليه نار بس مش بيقدر يصيبه. ولما ماري بتشوف جثة هولي بتخاف جدا من ترافيس، وبتروح تحرر بني، وبيسمع بني صوت حد جاي عليه وبيضرب طلقة على الباب، وبيتصدم لما بيعرف انه أصاب رايلن بالغلط. وفي اللحظة دي كان ترافيس على وشك انه يخلص على بني، لكن رايلن بيصيبه بطلقات بتخترق جسمه، وبنعرف انه كان لابس واقي للرصاص والطلق ما أثرش فيه. وبعد شوية بتوصل الشرطة للمكان وبيسلم داغ الفلوس لبني، وبيفرح بني انه ما قدرش يعرف حاجة عن شغله مع العصابات. وتاني يوم بنشوف دكتور اسمه بيتر في العيادة بتاعته، وبيسمع صوت عالي في المكان، وبيخرج يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي شخص عامل مشكلة مع موظفة الاستقبال ميندي بسبب معاملتهم السيئة. ولما بيتر بيحاول يهديه بيسخر منه الشخص ده وبيمشي من المكان، وبيتعصب بيتر جدا وبيستناه يخرج من العيادة وبيهجم عليه وبيبدأ يخلع أسنانه، وبيفهمه انه لو شافه في العيادة مرة تانية هينهي حياته. وفي نفس اليوم داغ بيتكلم مع رايلن وبيحكي له عن حادثة الدكتور، وبيتفاجئ رايلن لما بيسمع اسمه، وده لان رايلن قبض عليه قبل كده في قضية غسيل أموال. وبنعرف ان بيتر محكوم عليه بالسجن وعايش حياته باسم شخص تاني عشان الشرطة ما تقدرش توصله. وبعد شوية بيوصل رايلن وريتشل للعيادة، وبيتكلم معهم الشرطي جيم، وبيفهمهم ان بيتر شخص متهور جدا، وبيعرفهم انه عنده علاقات مع عصابات في كل مكان. وفي الوقت ده ماندي بتركب العربية مع بيتر، وبنعرف انهم مرتبطين، وبتسلموا الذهب اللي كان مخبيه في العيادة وبيهربوا من المكان. وفي نفس اليوم بيتر بيطلب من ماندي انها تروح لمحل مجوهرات وتبيع له الذهب، وبيعرفها انه مش هينفع يروح لان الشرطة بتدور عليه، وبتقتنع ماندي بكلامه وبتوافق. وقتها رايلن بيروح يحقق مع جيران ماندي، وبيتكلم مع الشوني صاحبتها، وبياخد تليفونها وبيتصل بماندي وبيطلب منها انه يتكلم مع بيتر، وبيتفاجئ بيتر لما بيعرف انه الشرطي رايلن، وبيفهمه رايلن انه لو تعاون معاهم هيجيب له حكم مخفف، لكن بيتر بيسخر منه وبيرمي التليفون وبيهرب من المكان. وبيوصل لصديقه القديم هكتور، وبيطلب منه يجيب له جواز سفر مزيف عشان يهرب من البلد. بيتضايق جدا لما بيعرف ان هكتور تقاعد وبطل يشتغل في التزوير. وبعد شوية بنشوف عصابة بتراقب رايلن وفريقه، وبيكونوا مستنيين الشرطة توصل لمكان بيتر عشان يعرفوا مكانه ويخلصوا عليه. وبنعرف ان بيتر قبل 6 سنين كان شغال معاهم وسرق منهم فلوس ومحدش قدر يوصل له. وبعدها بيوصل بيتر لبيت واحدة من المرضى بتوعه اسمها نامي، وبيكون عنده خبر ان عيلتها مجرمين، وبتبقى نامي خايفة تفتح له الباب بسبب الاخبار المنتشرة عنه، بس بيتر بيقدر يخدعها وبيعرفها انها اخبار مزيفة، وبيطلب منها تدلهم على مهرب يساعدهم يعبروا الحدود، لكن نامي بترفض وبتعرفوا انها بعدت عن عائلتها عشان ما تتورطش مع الشرطة. وبيقاطعهم جوزها جاك وبيفهموا انه ساعدهم اكتر من مرة وعالجهم من غير فلوس وعشان كده هيساعده يهرب. وبتسمعوا نامي وبتتضايق جدا انه يتورط معاهم، وبتتصل بالشرطة وبتبلغ عنهم. وفي نفس اليوم الشرطة بتوصل لبيت نامي وبياخدوا معلومات من جاك عن المكان اللي بيتر رايح يقابل فيه المهرب،
وبيكون رايلين محقق عبقري وبيقدر يعرف ان جاك بيخدعهم وبيديهم معلومات غلط علشان يشتتهم، وبيقعد يتكلم معاه وبيفهمه ان في عصابة بتدور على بيتر وانهم لو وصلوا قبلهم هيخلصوا عليه، وبيقلق جاك جدا وبيديله العنوان. وبيخرج رايلين وبيشوف عربية العصابة قدام البيت بتراقبهم، وبيركب معاهم وبيهددهم انه لو شافهم مرة تانية بيراقبوا هينهي حياتهم، وبيسيبهم وبيمشي. وقتها بيوصل بيتر وميندي لمكان المهرب وبيتحركوا معاه عشان يعبروا الحدود. وفي نفس اليوم كان رايلين في الطريق وبيشوف العربية اللي بيتر هرب بيها وبيتأكد انهم هيهربوا عن طريق الصحراء. وقتها بيتفاجئ رايلين لما بيشوف العصابة وهم لسه بيراقبوه، وبينزلوا العصابة من العربية وبيكونوا عاوزين يخلصوا عليه، بس رايلين بيصيبهم بمسدسه وبينهي حياتهم. وبعدها المهرب بيتكلم مع بيتر وبيطلب منه فلوس، وبيتصدم بيتر لما بيعرف انه عاوز فلوس اكتر من اللي اتفقوا عليها وبيتعصب عليه. وفجأة بيهجم عليه المهرب وبيطعنه بآلة حادة، وبيروح يهجم على ميندي بس بيتر بينقذها وبيضرب المهرب بحجر على راسه وبينهي حياته. وبعد شوية بيوصل رايلين لجثة المهرب وبيكمل طريقه وبينجح انه يلاقي ميندي، وبيتكلم مع بيتر وبيطلب منه يسلم نفسه، وبيوافق بيتر لانه مصاب وعلى وشك انه يفقد حياته. وفجأة بيضرب شخص من العصابة نار على بيتر وبينهي حياته. وبعد كام يوم بنشوف رايلين وريتشل وهم في مهمة جديدة، وبيراقبوا بيت مجرم مطلوب للعدالة اسمه ويلسون، وبتكون الشرطة شاكة انه في البيت لكن مش معاهم اذن باقتحام المكان. وبيروح رايلين وبيخبط على الباب وبيتكلم مع جاتي مرات ويلسون، وبيفهمها انه مشرد ومحتاج شغل، وبيطلب منها يشتغل في الحديقة بتاعتها مقابل انها تديله اكل، وهي بتوافق. وبالليل ارلو ابو رايلين بيقتحم بيته وبيكسره. وبعد شوية بيوصل شرطي اسمه هانتر للمكان وبيقبض عليه، وبنعرف انه بيت ارلو ومأجره لشخص مش عاوز يدفع ايجار، وعشان كده ارلو دمر البيت وكسر له كل حاجته. وتاني يوم بيروح رايلين لمطعم وبيقابل هيلين مرات ابوه بعد ما طلبت مساعدته عشان يخرج ارلو من السجن، وقتها بتطلب منه يدفع الكفالة لارلو لان مش معاهم فلوس. وبعد شوية بيوصل رايلين للسجن وبيخرج ارلو. في نفس الوقت بنشوف جايكوب الشخص اللي ساكن في بيت ارلو وهو بيقتحم بيت هيلين وبيفتشه، وبنكتشف ان ارلو سرق منه فلوس وكمية ممنوعات كبيرة كان مخبيها في البيت. ولما هيلين بتحاول تمنعه رجالته بيضربوها وبيوقعوها على الارض. وبعدها بيوصل رايلين وارلو للبيت وبيخافوا جدا لما بيشوفوا البيت متدمر. وبعد شوية بيروح رايلين وبيتكلم مع جايكوب وبيسأله عن سبب اقتحامه بيت ارلو، وبيعرفه جايكوب ان ارلو دمر بيته، وبيفهمه انه كل شهر بيدفع الايجار في ميعاده لكن ارلو بينسى وبيكون عاوز الفلوس مرة تانية. وبيعتذر له رايلين وبيديله الكارت بتاعه وبيطلب منه يتواصل معاه لو ارلو عمل مشكلة مرة تانية. وفي نفس اليوم ارلو بيروح لمكان رجالة جايكوب وبيسدد لهم ضربات قوية جدا، وفجأة بيتعب وبيفقد الوعي. وقتها كان رايلين بيشتغل في حديقة ويلسون وبيتكلم مع جاتي وبيطلب منها انه يدخل للحمام، وبيتفاجئ لما بيشوف ويلسون قدامه. ولما ويلسون بيعرف انه من الشرطة وعاوز يقبض عليه بيحاول يهرب، لكن رايلين بيوقعه على الارض وبيقبض عليه. وفجأة جاتي بتصوب سلاح على رايلين وبتطلب منه يحرر ويلسون، وبيفهمها رايلين انها عندها اولاد صغيرين محتاجة تربيهم، وبيطلب منها ترمي سلاحها، وبتقتنع جاتي بكلامه وبترمي السلاح. وبعد شوية بتوصل الشرطة وبتقبض على ويلسون. وبالليل رايلين بيعرف ان ارلو في المستشفى وبيروح يزوره وبيطلب منه يبطل يعمل مشاكل مع جايكوب ويبعد عنه. وفي نفس اليوم بيروح لصديقه القديم جوني وبيسأله لو كان يعرف شخص اسمه جايكوب، وبيعرفه جوني انه تاجر ممنوعات كبير جدا، وبيفهمه ان راي ابو بويد وبومن خارج من السجن قريب وانه هيخلص على ايفا عشان ياخد حق ابنه. وبعدها بيوصل رايلين لبيت جايكوب وبيكون عرف ان الدولاب فيه خزنة سرية، وبيفتحها وبيلاقي ممنوعات قدامه، وبيحاول جايكوب يهرب بس رايلين بيضربه وبيوقعه على الارض. وبيتصدم لما بيعرف ان ارلو سرق من جايكوب 100,000 دولار وكمية ممنوعات كبيرة، وبيقبض على جايكوب ورجالته. وساعتها رايلين بيروح المستشفى وبيتعصب على ارلو لانه سرق فلوس وممنوعات من جايكوب، لكن ارلو بينكر وبيفهمه انه مستحيل يسرق، وبيهدده رايلين انه لو اتأكد انه هو اللي سرق الفلوس هيسجنه. وبتتكلم هيلين معاه وبتحاول تقنعه ان ارلو ملوش علاقة بالموضوع، بس رايلين مش بيصدقها وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بيروح لمعرض لوحات مع داغ وبيتكلموا مع سام صاحب المكان، وبيسألوه عن شخص اسمه أوين، وبيعرفهم سام انه بيشتري رسومات منه، وبيفهموا رايلين ان الشرطة حجزت على ممتلكات أوين لانه ما بيدفعش ضرائب للدولة ومديون بفلوس كتير. وبيطلبوا منه يروح معاهم يفحص اللوحات اللي في بيته عشان يعرضوها للبيع في مزاد. وبيوصلوا البيت أوين وبيبدأ سام يفحص الرسومات، وبيخرج رايلين وبيتكلم مع بيثاني مرات أوين، وبيبان إنها متضايقة من أوين جدا لأنه خسرها فلوسها. وفي الوقت ده أوين بيتصدم لما بيعرف إن اللوح مش أصلية، وبيجتمع مع ديفيد الشخص اللي باع له اللوح وبيتعصب عليه،
وفجأة بيصيبه جاف مساعد بيثني بطلقة وبينهي حياته. وبنعرف ان بيثني بدلت اللوح وقررت تخلص منه عشان تورثه، والشرطة ما تقدرش تحجز على ممتلكاته. وتاني يوم بيوصل رايلين للبيت وبيتكلم مع بيثني وبيفهمها انه معاه امر بالقبض على اوين، وبيدخل للبيت وبيتصدم لما بيشوف جثة اوين قدامه. وبيقعد شرطي يحقق مع ديفيد وبيطلب منه يعرف عدد اللوح اللي اوين اشتراها منه، وبيفهمه ان في عدد كبير من اللوح مختفي. وبعد شوية ديفيد بيتكلم مع بيثني وبيسألها عن اللوح المختفية، وبيتصدم لما بيعرف انه مخبيها، وبيتفهمه انها ممكن ترجع له اللوح مقابل مبلغ بسيط، وبيوافق ديفيد. وبعدها رايلين بيروح لبيت بيثني وبيتكلم معاها، وبتتفاجئ بيثني لما بتتأكد انه عارف انها مخبيها جزء كبير من اللوح وانها ليها علاقة بوفاة اوين، وبتتضايق لما رايلين بيتهمها بالسرقة وبتسيبه وبتمشي. وبعد شوية بتتكلم مع جيف وبيبان انها مرتبطة بيه، وبتبلغه ان رايلين كشفهم، وبتفهمه انهم هيخدعوا ديفيد وياخدوا منه فلوس اللوح ويهربوا من البلد. وبالليل ديفيد بيجهز الفلوس وبيسلمها لبيثني، وفي اللحظة دي بيضربوا جيف وبيفقدوا الوعي، وبنعرف انهم قرروا يخلصوا منه عشان ما يعترفش عليهم ويورطهم مع الشرطة. وبيصوب جيف سلاحه على ديفيد وبيكون على وشك انه يخلص عليه، وفجأة الشرطة بتحصل المكان وبيقبضوا عليه هو وبيثني. وبنعرف ان رايلين اقنع جيف انه يسلمهم بيثني في مقابل انه يجيب له حكم مخفف. وتاني يوم رايلين بيعرف مكان اللوح من بيثني وبيديها لسام عشان يعرضهم للبيع. وبعدها بيقعد مع بويد وبيتصدم لما بيعرف منه ان ارلو متورط في قضية كبيرة مع راي. وتاني يوم رايلين بيروح لبيت ايفا وبيقعد يتكلم معاها وبيبان انه معجب بيها. وبالليل اثناء ما رايلين كان نايم بيقتحم شخص لابس قناع البيت وبيضرب نار عليه هو وايفا، لكن مش بيقدر يصيبهم، وبيهجم رايلين عليه وبيرميه من الشباك وبيصيبه بسلاحه، بس المجرم بيهرب منه. وبعدها بتوصل الشرطة للمكان وبيحققوا في الحادثة، وبتعرفهم ايفا ان جوني صديق بومن هددها ان ري هيخلص عليها عشان ياخد حق ابنه. وبعدها رايلين والشرطي هانتر بيروحوا لمكان جوني وبيدوروا في جسمه على اثر الرصاصة اللي رايلين اصاب بها الشخص اللي هجم عليه، ولما بيتأكدوا انه مش نفس الشخص بيطلبوا منه يبعد عن ايفا وبيسيبوه وبيمشوا. وفي نفس الوقت بنشوف المجرم اللي هجم على بيت ايفا وهو مصاب وبينزف، وبنعرف ان في شخص اسمه داني اجره عشان يخلص على رايلين. وقتها داني بيضرب المجرم لانه ما قدرش ينفذ المهمة. وبعد شوية هانتر بيتصل برايلين وبيفهمه انه بيدور في كل المستشفيات عن الشخص المصاب، وبيشكره رايلين انه بيحاول يساعده. وفي نفس اليوم رايلين بيتكلم مع بويد وبيسأله لو كان ري هو اللي امر رجالته يخلصوا على ايفا، وبيسخر منه بويد ومش بيرضى يتكلم، وبيتعصب رايلين وبيهجم عليه، وبيوصل حراس الامن وبيبعدوهم عن بعض. وبيروح هانتر لبيت المجرم وبنكتشف انه هو اللي مأجر داني، وبنعرف ان هانتر طلب من داني خلص على رايلين عشان ما يقفش في طريقهم ويقدروا يدخلوا ممنوعات للمدينة. وفي اللحظة دي بيطلع هانتر سلاحه وبيخلص على داني لان رايلين كان قرب يوصل له. وبعدها رايلين بيقعد مرة تانية مع بويت وبيتصدم لما بيعرف ان هانتر شرطي فاسد وبيشتغل في الممنوعات. وبيخرج رايلين وبيتصل بهانتر وبيطلب منه يقابله في اسرع وقت، وفعلا بيقابله. ولما هانتر بيتأكد ان رايلين كشفه بيعرفه انه محتجز ايفا وبيطلب منه يرمي سلاحه، وبيكون رايلين خايف على ايفا وبينفذ كلامه وبيخليه هانتر يسوق العربية ويمشي ورا العربية اللي محتجز فيها ايفا. وفي الطريق بيعرفه ان شغله مع المافيا والعصابات بيجيب له فلوس كتيرة جدا، وبيطلب من رايلين ينضم له، لكن رايلين بيسخر منه وبيفهمه انه مش مجرم زيه. وفي اللحظة دي ايفا بتهجم على مساعد هانتر وبيعملوا حادثة بالعربية، وبيستغل رايلين ان هانتر مش مركز وبياخد السلاح منه وبيقبض عليه، وبيروح يطمن على ايفا وبيفرح جدا انها بخير. في نفس اليوم بيروح مسجون اسمه جات لبويد وبيسأله عن علاقته برايلين، وبيكون جات شاكك انه مخبر وبيشتغل مع الشرطة. وفجأة عصابة جات بيهجموا عليه وبيكونوا على وشك انهم ينهوا حياته، وعلى اخر لحظة بيظهر ري وبيدافع عنه، وبنعرف ان بسبب الفترة الكبيرة اللي ري اتسجنها قدر يسيطر على السجن ويخلي المساجين تخاف منه. وتاني يوم بيخرج ري من السجن وبيروح لمكان ايفا وبيهددها انه هياخد حق ابنه بومن وهيخلص عليها، وبيقاطعهم رايلين وبيتعصب على ري وبيطرده من المكان. وبعدها بنشوف مسجون اسمه والاس وهو بيهجم على افراد الشرطة وبيكون عاوز يهرب، وبيدخل اوضة وبيحتجز اتنين من الشرطة، وبيروح لراين وبيهديه وبيفهمه انه هينفذ له كل طلباته مقابل انه يحرر الرهائن اللي معاه. وبيرفض والاس وبيعرفه انه لو افرج عنهم الشرطة هتخلص عليه. وبنعرف ان والاس محكوم عليه بالسجن المؤبد لانه فجر بيت شخص. وبيسأله رايلين عن طلباته لكن والاس بيرفض انه يتكلم. ووقتها رايلين بيشوف صورة وشم باسم سيمون على جسم والاس، وبيتأكد انه اسم حد مهم جدا بالنسبة له وبيسأله عنها. وبيتفاجئ والاس لما بيسمع اسمها، وبيعرف رايلين انها بنته وان امها منعتها تزوره في السجن، وبيعرض عليه رايلين انه يخليه يشوف سيمون مقابل انه يسلم نفسه، بس والاس بيسخر منه وبنكتشف انه كان بيخدعه وان الوشم ده كان اسم اول شخص هو خلص عليه.
وبيقعد ولس يحكي له عن حياته وشغله، وأثناء كلامهم بيوصل فريق من القوات الخاصة وبيشوفهم ولس وبيخاف جدا، وبيتكلم رايلن معاه وبيقدر يقنعه يسلم نفسه وبيشكره داج إنه ساعدهم وحل المشكلة من غير إصابات. وفي نفس اليوم بيوصل المحقق ماثيو من مكتب المدعي العام عشان يحقق مع رايلن في حادثة بويد، وبيسأل رايلن عن علاقته بإيفا، وبيتضايق رايلن جدا لما بيعرف إن الشرطة كانت بتراقبه ومصورينهم مع بعض، وبيكون ماثيو شاكك إن رايلن هو اللي طلب من إيفا تخلص على بومين عشان يعيشوا حياتهم سوا. وبيتصدم رايلن لما بيعرف إنهم هيفرجوا عن بويد لأن إيفا كانت شاهدة وقت الحادثة، وهم دلوقتي شاكين في شهادتها بسبب علاقتها بيه. وبعد كام يوم بيخرج بويد من السجن، وبيكون رايلن في انتظاره وبيسأله لو كان بيخطط لسرقة جديدة، بس بويد بيعرفه إنه اعتزل ومستحيل يرجع لحياته القديمة تاني. وأثناء ما كان رايلن في حانة بيكون في شخصين قاعدين جنبه صوتهم عالي، ولما رايلن بيطلب منهم يوطوا صوتهم بيسخروا منه، وبيخرج رايلن برا الحانة وبيدخل معهم في قتال وبيسدد لهم لكمات شرسة جدا، وفجأة بيضربوا شخص منهم على رأسه وبيوقعه على الأرض، وبيتجمعوا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه، وبيتدخل صاحب الحانة وبيصوب سلاحه عليهم وبيبعدهم عنه. وفي اللحظة دي أيونا بتشوفه وبتساعده وبتوصله لبيته، وبتقعد تتكلم معاه وبتحكي له إن في فرد من شركة أمن كان في بيتها، وفاهمها إن جاري جوزها هو اللي طلب منهم يأمنوا البيت، وبتبلغه إنها لما سألت جاري أنكر إنه يعرفهم، وكمان الشخص ده طلب منها تخلي جاري يقابله، فبيطمنها رايلن وبيفهمها إنه هيتصرف. وبعدها بيوصل رايلن لمكتب الأمن وبيفهمهم إنه محتاج نظام حماية لأن في أشخاص بتهدده، وبيفهمه سيزر مدير الشركة إنه مش بيشتغل في مجال الأمن، وبيسخر منه رايلن وبيعرف إنه نصاب وكان عاوز يسرق فلوس من جاري، وبيحذره إنه يروح لبيت جاري مرة تانية وبيسيبه وبيمشي. وقتها سيزر بيطلب من ريد المساعد بتاعه إنه يراقب رايلن ويستنى الوقت المناسب وينهي حياته. وفي نفس اليوم بيوصل جاري وصديقه توبي لمكان سيزر، وبنعرف إن جاري كان شريك في صفقة مع شخص اسمه آرتي وتورط في فلوس معاه، وبيكون سيزر المساعد بتاعه وعشان كده بيهدده وعاوز الفلوس منه، وبيعرفه جاري إنه ممكن يسلمه ضعف الفلوس مقابل إنه يديله مهلة سنة، وبيفهمه سيزر إنه هيتواصل مع آرتي وهياخد رأيه. وهنا توبي بيسخر منه وبيفهمه إن جاري مش معاه الفلوس ومش هيقدر يدفعها، وبياخد جاري وبيمشي من المكان. وبالليل رايلن بيروح لمكان المخبر بني وبيسأله عن سيزر، وبيعرفه بني إن رئيسه اسمه آرتي وبيشتغل في تجارة الممنوعات، وبيحذره إنه يدخل في حرب معاهم لأن سيزر عدد رجالته كبير جدا. وفي نفس الوقت سيزر بيقتحم بيت توبي وبيهجم ريد عليه وبيسدد له لكمات شرسة جدا وبيفقده الوعي. وبعد شوية بيخرج جاري من شغله وبيتفاجئ بسيزر وريد قدامه، وبيطلع ريد سلاح وبيسدد له لكمة بتخليه ينزف، وبيديله مهلة يوم واحد عشان يجيب له الفلوس، وبيهدده إنه لو اتأخر هيخلص على أيونا. وفي نفس اليوم بيرجع ريد لبيته وبيتفاجئ برايلن بيهجم عليه وبيسأله عن سبب مطاردتهم لجاري، وبيكون ريد عارف إن رايلن كان مرتبط بأيونا وبيسخر منها وبيضرب رايلن نار عليه، وبيخاف ريد وبيفهمه إن جاري اشترى أرض مع آرتي والأرض خسرت، وإن آرتي عاوز تمن حصته في الأرض مع الفوائد. وبيتصدم رايلن لما بيعرف إن سيزر هيحتجز أيونا عشان يضغط على جاري ويسلمهم الفلوس، وبيسيبوا رايلن وبيروح لأيونا وبيفهمها إن جاري متورط مع رئيس عصابة وبينقلها من البيت قبل ما سيزر يوصل لمكانها. وبعدها بيروح لمكان جاري وبيشوفه وهو على وشك إنه يصيب نفسه بطلقة، وبيتكلم رايلن معاه وبيهديه وبيفهمه إن أيونا مش هتقدر تعيش من غيره، وبيأكد له إنه هيساعده، وبيقتنع جاري وبيرجع في كلامه. وتاني يوم بيوصل جاري ورايلن لمكان سيزر، وبيطلع جاري أوراق أرض وبيكتبها باسم آرتي، وبيوافق آرتي إنه ياخد الأرض بدل الفلوس. وفجأة سيزر بيصوب سلاحه عليهم وبيتضايق جدا عشان كان فاكر إنه هياخد جزء من الفلوس، وبيطلب من آرتي نص الفلوس اللي جاري كان هيدفعها. ولما آرتي بيرفض بتدور بينهم حرب شرسة بالأسلحة وبيصيبوا بعض، وبيبلغ رايلن الشرطة وبياخد جاري وبيرجعه لبيته، وبتشكره أيونا إنه ساعدهم. وبعد كام يوم داج بيجتمع مع فريقه وبيعرفهم إن مايكل قاضي محكمة المدينة في أفعى عضته، وبيكون داج شاكك إن في شخص عاوز يخلص منه وهو اللي حطله أفعى في قطه، وبيفهمه رايلن إنه هيحل القضية. وفي نفس الوقت بيروح بويد لمجموعة من رجالته وبيطلب منهم يبطلوا يصنعوا ممنوعات لأنهم بيضروا الناس، وبيسخروا رجالته منه. وفي اللحظة دي رجالة بويد بتحاصر المكان وبيهددهم بويد إنهم لو كملوا في طريق الإجرام هينهي حياتهم. وتاني يوم جوني بيروح لمكان بويد وبيعرفه إن المصنع اللي عاوز يقفله ملك الري، وبيعرض عليه مبلغ كبير مقابل إنه يرجع يشتغل معاهم مرة تانية، لكن بويد بيرفض وبيفهمه إنه مستحيل يرجع لحياته القديمة. وفي نفس الوقت رايلن بيتكلم مع ماك وبيطلب منه يجيب له أسامي الأشخاص اللي ليهم عداوة مع مايكل. وبالليل رايلن بيتكلم مع مايكل وبيسأله عن شخص مشتبه فيه اسمه كيت،
وبيفهمه مايكل انه حكم عليه ب 18 سنة سجن لانه انهى حياة طفل. وقتها رايلن بيلاحظ ان في شخص بيراقبهم وبيروح وراه وبيفتشه، وبيكون عنده خبر ان كيت خرج من السجن وبيبقى فاكر ان هو اللي بيراقبهم، لكن الشخص ده بيفهمه ان اسمه فيرجيل مش كيت، ومش بيقدر مايكل يتعرف عليه. وتاني يوم بيقعد رايلن يدور على معلومات تخص فيرجيل، وبيتفاجئ لما بيعرف ان مايكل حكم عليه من 15 سنة بالسجن، وبيطلب من مايك يجمعه معلومات اكتر عن عائلته. وبعد شوية بيوصل رايلن لكاهن الكنيسة اللي بوي تفجرها، وبنعرف انه مش مصدق ان بوي اعتزل وبعد عن شغله مع العصابات، وبيبقى عاوز الكاهن يعترف عليه عشان يرجعه السجن تاني، لكن الكاهن بيرفض مساعدته. وفي نفس اليوم بيوصل ماك ورايلن لبيت بيلا طليقة فيرجيل وبيسألوها عنه، وبتفهمهم بيلا انها ملهاش علاقة بيه وما تعرفش اي معلومات عنه. وبالليل بويد بيهجم على العصابة اللي بيصنعوا ممنوعات وبيفجر مكانهم عشان ما نفذوش كلامه، وبيعرفوا شخص منهم ان جيل المساعد بتاعهم كان في المكان، فبيتضايق بويد جدا انه خلص عليه بالغلط. وفي نفس الوقت كان رايلن مع مايكل في حانة وبيخرج من المكان، وبيتفاجئ بفيرجيل وهو مصوب سلاحه على مايكل، وبنكتشف ان مايكل حكم على فيرجيل ب 15 سنة ظلم، وعلشان كده هو عاوز ياخد حقه منه. وفي اللحظة دي بيطلع مايكل سلاحه وبيصيبه بطلقة، وبيروح لرايلن وبيقبض عليه. وتاني يوم داغ بيتكلم مع رايلن وبيعرفه انه كان زارع مخبر اسمه جيل مع عصابة في الغابة، وبيبلغه انه فقد حياته. وبيكون داغ شاكك ان بويد السبب، لان جيل عرفه من فترة ان بويد بيهدد تجار الممنوعات وعاوز يفجر المصانع بتاعتهم. وفي نفس اليوم داغ ورايلن بيقتحموا مقر بويد وبيقبضوا على رجالته وبيقعدوا يحققوا مع كل شخص فيهم، وبيطلبوا منهم يعترفوا على جرائم بويد، لكن محدش بيساعدهم وبيرفضوا يخنوه. وبعدها بيقعدوا يحققوا مع بويد وبينكر انه ليه علاقة بالتفجير اللي حصل، وبيفهمهم انه بيحاول ينصح المجرمين يبعدوا عن طريق الشر. وقتها الشرطة مش بيبقى معاها دليل على بويد ورجالته وبيفرجوا عنهم. وفي نفس اليوم بيتضايق راي لما بيعرف ان بويد فجر المكان اللي رجالته بيصنعوا فيه ممنوعات، وبيطلب من جوني يدور على مصنع جديد وينتج كميات اكبر. وتاني يوم راي بيعرض على بويد مبلغ كبير مقابل انه يبعد عن رجالته، لكن بويد بيرفض وبيفهمه انه مش هيسمح لحد يأذي الناس. وبالليل رايلن بيروح لمكان ارلو وبيطلب منه يساعده ويعترف على بويد وراي، وبنعرف ان ارلو كان ماسك شغل راي اثناء فترة سجنه، وبيرفض ارلو وبيكون خايف ان راي يعرف ويخلص عليه. وبعد شوية بتيجي لرايلن مكالمة من ريتشل وبتطلب منه يجيلها في اسرع وقت، وبيتصدم رايلن لما بيوصل وبيشوف جثث اصحاب مصنع الممنوعات في الغابة. وتاني يوم رايلن بيشوف ديوي في الغابة وبيسأله عن بويد، وبيفهمه ديوي ان بويد بقى متدين وعاوز يأسس كنيسة، وعشان كده سابه وقرر يشتغل مع حد تاني. وبيهدده رايلن انه لو رفض يكون المخبر بتاعه هيلفق له قضية ويسجنه، ومش بيكون قدام ديوي حل تاني وبيوافق. وفي الطريق رايلن بيسأله لو كان بويد هو اللي خلص على جيل، وبيعرفه ديوي ان بويد ما كانش يعرف ان جيل موجود في المكان، وانه فجر المصنع عشان يمنع راي انه يصنع ممنوعات ويأذي الناس. وبالليل بيوصل رايلن لبيت ايونا وبيطلب منها تخلي ايفا عندها في البيت لانه خايف ان راي يخلص عليها. وفي نفس الوقت كان ارلو بيتكلم مع هيلين وبيفهمها ان راي طلب منه 50,000 دولار ارباحه في الممنوعات اثناء فترة سجنه، وبتخاف هيلين جدا لان ارلو عرفه انه مش معاه المبلغ ده وانه صرف الفلوس. وفجأة بيضرب شخص عليهم نار، وبيتأكد ارلو انهم رجالة راي وعاوزين يخوفوه. وتاني يوم بنشوف واحد من عصابة بويد اسمه بوبي، وهو داخل مركز الشرطة وبيعترف على نفسه انه هو اللي حرق مصنع الممنوعات وخلص على جيل. وبيرجع رايلن لبيته وبيتفاجئ بارلو في المكان، وبيحكي له ارلو عن شغله مع راي وانه مديون بفلوس ليه، وبياخده رايلن لداغ وبيعترف له ارلو على كل حاجة، وبيفهمه ان راي عاوز يخلص عليه. وبيقترح عليهم رايلن خطة، وهي ان ارلو يرجع يشتغل مع راي ويكون المخبر بتاعهم ويعرفهم على كل خططه، وبيوافق ارلو على فكرته. وتاني يوم الشرطة بتقرر انها تدي لارلو الفلوس اللي مديون بيها لراي عشان يقدر يرجع شغله معاه، وبيفهموا داغ انهم هيزرعوا جهاز تنصت في لبسه. ووقتها بيتعصب ارلو وبيبقى خايف ان راي يكشفه وبيسيبهم وبيمشي. وفي نفس اليوم راي بيشتري مستودع ضخم عشان يصنع فيه ممنوعات، وبتروح ايفا لهيلين وبتطلب منها المسدس عشان تتخلص بيه من راي وتهديده ليها. وفي الوقت ده بيجي بلاغ لرايلن ان في شخص عاوز يفجر نفسه، وبيوصل رايلن للمكان وبتعرفه الشرطية ماجي انه جندي سابق في الجيش. وبيستغرب رايلن جدا لما بيشوف ارلو قاعد معاه، وبيقدر ارلو يقنعه انه ما يفجرش نفسه. وبيروح رايلن وبيشكره انه بيساعد الشرطة، ووقتها ارلو بيعرفه انه موافق يستخدم جهاز تنصت. وبعدها بتوصل ايفا لمكان راي وبتصوب سلاحها عليه، وبتفهمه انه بومين كان بيضربها وعشان كده خلصت عليه، وبيسامحها راي وبيطلب منها تمشي من المدينة والا هينهي حياتها.
وبترفض إيفا أنها تسيب بلدها ومش بتقدر تخلص عليه وبتمشي من المكان. وتاني يوم داج بيزرع جهاز التنصت في لبس أرلو وبيطمنوا رايلن إنهم هيحموه، وبيوصل أرلو لمكان ري وبيرجع له جزء من فلوسه وبيطلب منه يرجع يشتغل معاه، وبيكتب له أرلو على ورقة وبيفهمه إن الشرطة بتسمعهم، وبيفضل ري يجري في الكلام عشان ما يتورطش مع الشرطة. وبنعرف إن أرلو خايف يخون ري ويغدر بيه. وفي نفس اليوم بنشوف عصابة وهم بينقلوا شحنة ممنوعات لري، وفجأة بيظهر قدامهم بويد وبيفجر الشاحنة وبيهرب من المكان. وبعدها بيركب عربية جوني، وبنكتشف ان جوني هو اللي خان ري وسرب معلومات عن الشحنة لبويد. وبيتصدم جوني لما بيعرف ان بويد فجر الشحنة، لانه اتفق معاه انه يديله نص الشحنة مقابل انه يعرفه مع تسليمها، وبيتضايق جوني جدا وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيوصل الخبر لرايلن وبيتأكد ان بويد هو اللي فجر الشاحنة. وفي نفس الوقت جوني بيروح لمكان ري وبيتصدم لما بيشوف سواقين الشاحنة قدامه، وبيخاف انهم يكونوا شافوه وقت الهجوم. ولما ري بيعرف ان الشخص اللي فجر الشاحنة استخدم مدفع ار بي جي بيتأكد انه بويد. وبعد شوية بيوصل ري لمكان بويد وبيسأله لو هو اللي فجر شحنة الممنوعات، وبيعترف بويد وبيفهمه انه مش هيسمح لشخص يدخل ممنوعات للمدينة. وقتها بيأمر جوني انه يضربه، وبينفذ جوني كلامه وبيسدد له لكمات قوية جدا بتخليه ينزف، وبيرفض بويد انه يعترف عليه. وبيكون ري عارف ان بويد مخبي كمية اسلحة كبيرة وبيسأل رجالته عن مكانها، ولما حدش بيرضى يتكلم بيأمر ري رجالته انهم يخلصوا على بويد. وفي اللحظة دي بيتكلم شخص من رجالة بويد وبيدله على مكان الاسلحة، وبيطلب ري من بويد انه يمشي من المكان، وبيرفض بويد انه يسيب رجالته ويمشي. وساعتها ري بيصوب سلاحه على رجالته وبيكون على وشك انه يخلص عليهم، وبينفذ بويد كلامه وبيمشي. وبعد شوية بيترعب بويد لما بيسمع صوت اطلاق نار، وبيرجع للغابة وبينهار من الزعل لما بيشوف جثث رجالته متعلقة على الشجر. وفي نفس اليوم بيوصل ري لمكان ارلو وبيفهمه ان الشحنة اللي بويد فجرها كانت ملك رجل اعمال اسمه ويلسون، وانه متورط معاه ولازم يدفع له ثمن الشحنة. وبيعرفه ان رايلين قبض على مجموعة من رجالته، وان ويلسون عاوز ياخد حقه منه، وبيديله مسدس وبيطلب منه يساعده في تسليم رايلين لويلسون، وبيفهمه انه كده هيكون سد دينه. وبالليل رايلين بيتكلم مع أرلو وبيفهمه أنه قدر يحدد معاد مع النائب العام عشان يعترف على ري ويقدم التسجيلات اللي معاه. وفي اللحظة دي أرلو بيحاول يصوب مسدسه عليه، بس رايلين بيبقى أسرع منه وبيصوب سلاحه قبله، وبيتأكد رايلين أن أرلو خدعه وهيسلمه لري. وبيحكي له أرلو عن خطة ري وأنه عاوز يسلمه لويلسون، وفجأة بيصيب رايلين بطلقة في دراعه، وبتسمع العصابة صوت إطلاق النار وبتقتحم المكان، بيصيبهم رايلين وبينهي حياتهم. وفي نفس الوقت جوني بيوصل لبيت إيفا وبيقدر يخدعها وبيفهمها أنه عاوز يساعدها، وفجأة بتهجم عليها عصابة ري وبيفقدوها الوعي. وفي اللحظة دي ري بيضرب طلقة على جوني وبينهي حياته لأنه خانه، وعرف بويد على ميعاد تسليم الشحنة. وبيوصل بويد لمكان رايلين وبيحكي له أن ري خلص على رجالته، وأثناء كلامهم بيجي اتصال على تليفون أرلو، وبيرد رايلين وبيتصدم لما بيعرف أن ري احتجز إيفا، وبيديله ري عنوان وبيطلب منه يقابله لوحده فيه. وبيقرر بويد أنه يروح مع رايلين وياخد حق رجالته منه. وتاني يوم رايلين بيوصل للمكان وبيسلم مسدس لبويد وبينزله في مكان قريب من ري، وبيطلب منه يحرر إيفا، وبيروح هو يشتت ري ويتكلم معاه. وبيدخل بويد للبيت وبيشوف إيفا وبيصيب اتنين من عصابة ري، وبيقدر رايلين ياخد سلاح من مساعد ري وبيصيبه بيه، وبينجح انه يقبض على ري. وبيظهر بويد وبيكون عاوز ينهي حياة ري، وبيحاول رايلين يمنعه، وفجأة ري بيتصب بطلقة بتخترق جسمه وبتنهي حياته. وبيتصاب بويد بطلقة وبيساعده رايلين، وبيدخلوا للبيت وبيشوف رايلين عربية في المكان، وبيتأكد انهم عصابة ويلسون، وبيهاجمهم وبيفضل يصيب في أفراد العصابة وبيخلص عليهم. وبيتكلم فرد من العصابة معاه وبيطلب من رايلين يسلم نفسه وإلا هيفجر المكان. وبيخرج رايلين وبيسلم نفسه، وبيكون فرد من العصابة على وشك إنه يصيبه بطلقة، بس بويد بينقذه على آخر لحظة وبيخلص عليه. وبيخافوا باقي أفراد العصابة وبيهربوا من المكان. وفي الوقت ده بويد بيصوب سلاح على رايلين وبيفهمه إنه مش هيدخل السجن، وإنه لازم يكمل طريقه ويحارب تجار الممنوعات، وبياخد عربية وبيهرب قبل ما الشرطة توصل المكان. وانتهى مسلسلنا، ويا رب يكون عجبكم، ويا ريت كل مريخي عايش معانا على الكوكب يكتب في الكومنتات اسم الفيلم أو المسلسل اللي حابب نلخصه علشانه الفترة اللي جاية، واللي هيجيب لايكات أكتر على الكومنت بتاعه هينزل الفيلم اللي اختاره.